سلام الله عليكم في هذه النشرة الإخبارية. بلغنا اليوم بسقوط نيزك حجمه 20 كيلو بقرب من بابرين قريبا من مدينة تيفلت الفيلاج. ربورتاج لمحمد العطاوي وحمزة ولادة. هي الأولى من نوعها، نيزك يسقط قلع بابرين ولم تسقط منذ 20 سنة، مع المغرب أنه جاء في موقع استراتيجي لا يمكن أن نيزك أن تصل إليه. Si vous savez un produit, c'est dommage de confiance. Un dommage regarde le petit garçon, une femme, une six dos. Il regarde la maison de Houdmi Darajat Skaf. Les Sokof n'a qu'un dirouk maintenant. Ka Jmeya. Ka Mouaké. Ka Himaya. Ka Dida l'unf. كتضامن، يعني احنا كنوقفوا معاهم كتضامن. ما معنى التضامن؟ هي مساعدة. عندما نتكلم عن التضامن هي تحمي جميع كوارث الطبيعية للناتشيغيل. بعد ما جرينا البحوث ديالنا في مختبر لابولاتوار مع السي العالم ابو طيع، لقينا ان الحجر كيوزن 20 كيلوغرام وانه مر بالجوار من العبابرين المحاذيه سميتو، ولاني مع انه ما كانش تضررات والحمد لله. والتاريخ ايش غنقول لك، مع هذيك الشويته جات الشويته والثلوج بحال عندنا يفران، والتاريخ نعاود لك بحال الخرافه. انا التاريخ غادي مسيب مع كنت كنتصنت لهذاك هذاك الديسك هذاك الديكس كنت هذاك الديكس ديالو للدحمان عاد هذا وكنشوف هذيك العجاجه جا يلاه. والتناري غودات ليها فاطمه الذلحو، مع ديك الذلحو كانت مع ديك الذلحو هذيك الزنره. تم تسجيل اكسيدة على الطريق الوطني الرابطة بين سيد عبد الرزاق وخزازنة، ويقولون البعض أن حادثة السير سببها انعواج في القيدون وبعدها أنه طار للفران. عشان نقول لك اخويا، كنا غاديين في الطاكسي وخرجنا الرموك ديال الحليب، لا عفوا اربي ديال الزريعه، وضربني ما يضربني بقى فيا غا هذاك القيدون ما يضربني قطع لي. انا كنت صايق بهم وقع الحمد لله والو، حيت انا اصلا كنت لقدام شفت كاع اللي وقع. هيك صايق بيوم وغفلات عيني من النعاس 24 ساعة من نعس غفلات عيني، قلت ربما نعس حتى جوج دقايق ربما نولي مزيان. مع ذلك كان غفل كيشفل عليا داك مستفيض. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين، هذا كان ما زال لدينا اليوم. إلى اللقاء، ندعكم مع النشرة الجوية. مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية الجديدة. ستكون أجواء ريحية قوية مستقرة بجنوب شرق آسيا، وستكون هناك زلازل أمام المغرب، وستكون فيضانات حدا العطاوي، وستكون زلازل بركانية حدا دريس الهروي. ونقدم مخابر في النشرة الجوية، السير مخابر الجوية لاباس بخير، اللهم لك الحمد. شنو نقول لك، بالنسبة الدار ديال الهروي يوم يحزرون، ولكن هي غاتمشي حتى تكشف من القمر الاصطناعي. اما الدار ديال الضاوي غطيح فيها الثلج، يعني غتولي عندهم افران تما يبقى يجيو ناس يزوروها. اما نعم السويا الحليمي كتبقى يعني كتكون قطرات يعني خفيفه مستقره. اما الدار ديال السقفه مشات ليها، الدار ديال الضاوي ديك السقفه الفوقانيه مشات، فيضان من بقى من الزرفه اللي كراه الشحط. وعلى جهه اللي داير القور بنصيحه، اللي داير القور يعني غيملعو، اللي داير الكرموس مع داك يعني الدار مشات، وهذا باش كيسبب وعلى اقتصاد المغرب. وعلى جهه سوس ما سترعه غتكون قال لك اجواء اقتصاديه صعيبه، ومنشريه تحذيريه بانه نهار الثلاث ولا الاربعاء والخميس غادي تكون ستكون اجواء رعديه صعيبه جدا، واللي عنده شي دار يسكن فيها. اخويا حنا سمعنا غيكون الفيضان وصافي باغسكو. اليوم غادي فهاد لاسومين غتكون
لا لا جو ني با ان لاتسيو سبيكتاكومو سكو دو ترافايي لو بلون دو ماتا فوندرودي سينكرودي بابا هيرنيسي.